سلام العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم أيما ترحيب مع السيرة الخالدة، سيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، سيرة سيد الخلق أجمعين، إمام الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والتسليم. تسلسلت بنا السيرة حتى وصلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة العظيمة من مكة إلى المدينة، ورأينا الأحداث التي حدثت في قباء، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة من قباء إلى المدينة. كان يوم جمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك قبيل الجمعة نحو المدينة، فحان وقت صلاة الجمعة وهو في الطريق من قباء إلى المدينة. فهناك عند ديار بني سالم بن عوف، هناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى الجمعة، وكان يصلي بهم الجمعة. قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الجمعة أسعد ابن زرارة رضي الله عنه، من سادة الأنصار ومن خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الجمعة ذاك صلى بهم المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، وكانت أول خطبة في الإسلام، فكانت أول خطبة في الإسلام بمعاني الإيمان والتوحيد والذكر والدعاء والالتزام بهذا الدين العظيم والتضحية من أجله. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو وسط المدينة، فكان كلما مر على قوم من الأوس والخزرج كانوا يمسكون الناقة، يا رسول الله كن عندنا، نحن أهل الحرب ونحن المنعة ونحن نحميك، وكل واحد كل جماعة يصفون قدراتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتركوها، اتركوا الناقة، دعوها فإنها مأمورة. اتركوا الناقة، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناقة، جالس عليها والناقة تتحرك وحدها بأمر من الله رب العالمين. تحركت الناقة، الناس تنظر، كلهم يتأملون، كلهم يجرون النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وهم يقول دعوها فإنها مأمورة. وتتحرك الناقة بوحي وأمر من الله العظيم حتى وصلت إلى ديار بني النجار، وهناك عند موضع المسجد النبوي الشريف نزلت. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عنها فقامت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة. فتحركت ثم ابتعدت ثم رجعت إلى نفس المكان فأناخت مرة أخرى، فقال هذا هو المكان. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عن الناقة وسأل لمن هذه الأرض، فقال بنو النجار ليتيمين، اثنين شباب يتيمين، قال اشتريها منهما. قالوا هي لك يا رسول، احنا نتبرع بأموالها لهم. قال لا، أنا أشتريها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شراها، وهناك بدأ بناء المسجد النبوي الشريف. من الناس الذين مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، كانوا الكل يدعونه للتوقف عندهم، فمر على سيد الخزرج، سيد عظيم من سادات الخزرج. طبعا ما زالت الزعامات ما حسمت في الأوس والخزرج بسبب المعارك التي كانت بينهم أفنت سادتهم، فكان في عدة زعامات، فمن الزعامات الرئيسية في الخزرج عبد الله ابن أبي ابن سلول، اسم احفظوه، له تاريخ طويل في الصراع ضد الإسلام، رأس المنافقين. فكان غضبان مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاي يتصرف كأنه حاكم ملك، فكل الناس كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه التفت إليه، كان متوقع أنه يدعوه، فرد ردا قال انزل عند من دعوك، اللي جابوك المدينة خليهم يكرمونك. صلى الله عليه وسلم تعجب، يعني ما بينه وبينه شيء، هذا يتصرف بهذه الطريقة. فهنا سعد بن عبادة رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يعني لا تعتب علي، والله الله أكرمنا بك وشرفنا بوجودك بيننا، وإننا كنا نجهز التاج لنملكه علينا، كان هو أبرز واحد من الزعامات،
كان مجهز أن يكون هو الحاكم. في كذا واحد كانوا يتنافسون على القضية، واحد من البارزين عند الخزرج هو، فكان يتوقع أن يصير هو حاكم المدينة وملك المدينة، جئت أنت وخذتها منه، فلا يعني اتركه. فكانت هذه بداية العداء بين ابن أبي سلول المنافق وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قبل بداء بناء المسجد أراد أن ينزل يرتاح، فكل الصحابة يجرونه، يا رسول الله انزل عندنا، كل واحد يقول له في بيتي. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم دار أبي أيوب الأنصاري من خيرة الصحابة الكرام رضي الله عنه. كان له بيت كبير طابقين، كان يعرفون البناء الكبير الطوابق، فكان له بناء من طابقين. فقال يا رسول الله أنا عندي طابقين ما في إلا أنا وزوجتي، فأخذ أنت طابق وأنا طابق آخر. فقال نعم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه القضايا، ما يروح الواحد يضيق عليه ويضايقه، لا يشوف أوسع شيء. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذه كلها من الأخلاق الاجتماعية نتعلمها، أن الواحد يراعي أصحابه ويراعي ظروفهم وما يضيق عليه، حتى لو صاحبك لح وكذا أيضا تراعي، اللي الله وسع عليه تتعامل معه بتعامل غير اللي الله ضيق عليه، تراعي مثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى دار أبي أيوب، فأبو أيوب قال يا رسول الله أنت تكون في الطابق الأعلى وإحنا نكون في الطابق الأسفل، ما يصير إحنا نكون فوق، أنت أشرف وأكبر. قال يا أبا أيوب نحن قوم يغشانا الناس، يعني في بعض الناس يصير شخصية اجتماعية، قادة زعيم، الناس تزوره وتسأله وتحتكم إليه وتقتضي إليه وتخبره الأخبار وكذا، ما هو معقول كل شوية أنا نازل وصاعد نازل وصاعد، فخلني أنا تحت وأنت فوق. فوافق أبو أيوب تحت طبعا هذا المنطق الواضح. نعم أبو أيوب في تلك الليلة هو وزوجته، بيتهم كان الطابق الثاني أرضيته من خشب، يعرفون الخشب لما تدوس عليه يطلع صوت، فيقول فكنا نمشي شوي شوي حتى نخاف، شوفوا الدقة والحرص والحب والأخلاق، يقول خاف نطلع صوت يزعج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوقظه من نومه،